الشعب الجزائري تؤكد الحركة. استقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس وفدا استقبل وفدا عن أكاديمية العلوم لفرنسا بقيادة رئيسها فيليب تاكي، الذي شرع اليوم في زيارة إلى الجزائر تدوم 4 أيام، وذلك بدعوة من محمد الصغير باباس. المشروع هذا يسمح يعني للمجموعة الجامعية الجزائرية والباحثين والخبراء أن تكون عندهم صورة واضحة لكي ننطلق وانا متوجه يعني لإنشاء الأكاديمية. بالنظر إلى دور الجزائر ووزنها في المحافل الدولية في العديد من المجالات لا سيما الطاقة، لا بد من إنشاء أكاديمية الجزائر العلوم كي تنضم إلى باقي الأكاديميات العالمية، وهو ما نتمناه من خلال هذا التعاون.